في هاد النيفو ديال دوزيام بلون، غادي نرجعو ليه من بعد هو تروازيام بلون، ولكن نخليهم يشوفو، نخليو اللون يطلق شوية. غادي ندوز دابا للبلون القدامي اللي هو هاد الشجرة يكون هنايا وواحد الشجرة تكون هنايا، يعني غيكون بلو فونسي عاوتاني كو هذا كو الاخر، غيكون في هاد النيفو هنايا. هنايا غادي نحاول ناخد لون اخر في لاباز فيغ بيان سور ديال الشجر، هي هادي باز فيرت. غادي نزيد عليها هاد اللون هذا مارو، عطينا واحد الفيغ فرونسي ديال المارون، ولكن غنبغي اللون ديال الشجر يبان، الخضوري ديال الشجر غتبان. غنخلي هاد اللون هنا ابار، غنجي هنايا نفتح البانسو ديالي، غنعاود ناخد هاد اللون فيغ هنايا، شويه نزيدو شويه د المارون، مرة مرة غنزيدو شوية البلو اللي هو حدا هنايا ما ميلونجيش دابا، ولكن تنبغي نخدم هاد اللون هذا هو لاباز ديال الشجرة، لاباز الشجرة غتكون هي هادي في هاد اللون في هاد الفاق. بما انها قريبة غادي نخدمو على الكلير اوبسكور ديالها، يعني غيكون الضو تقريبا من هاد الشيء، هو الضو جاي من السما، يعني غتكون الفوق ديالها هو اللي فيه الضو، والوسط ديالها يكون بلو فونسي، وغنكاين شويه لومبور لهاد الشيء. دونك هنايا هاد لابارتي هادي راه تبقى كلير بحال هكذا، نخدمو بحال هاد الطريقة، نبدا بطاش بالبانسو نبقى نضرب بحال هكذا. هنا نزيدو لي نوت خارق هنايا،
البلان ديالنا تقريبا كمل الكوش الاخرانيه هي هذه اللي كتبها بالفرنسي كولفران، باقي غنزيد واحد دوزار هنايا وهنايا، ومن بعد غادي نرجعو تاني نكملو دي ديتاي صغار في لي زوطخ بلون، وتقريبا يكون هذا هو مون تيتوريال ديالنا كامل، أتمنى يكون عجبكم. بهذا كيكون الدرس ديالنا ديال اليوم انتهى، نتمنى انه يكون يعجبكم. بون تابعونا في دروس اخرى ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين.
وديروا جيم، بارطاجيو اي حاجه اللي ديروها مزيانه باش تشجعونا ان شاء الله نكملوا معكم في البرنامج. شكرا بزاف، والحل الدرس مقبل ان شاء الله.